مرحبا، يعطيكم العافية. رجعنا لكم بموضوع جديد وفيديو جديد مهم جدا، خاصة للي ساكنين خارج الدول العربية، اللي هو موضوع الوصية. كتير ناس بتسأل عن هذا الموضوع، والموضوع كتير مهم وناس كتير بتستقل في أهميته. للأسف سمعت خبر وقصة حزينة قبل فترة، في زوج وزوجته من دولة عربية في مدينة فانكوفر، أعتقد قبل 4 5 سنوات كانوا بوصلوا أبنائهم للمدرسة، وبعد ما وصلوا أبنائهم للمدرسة وهم رايحين على الشغل عملوا حادث، وربنا أخذ وداعت الاثنين، توفوا كلا الزوجين. الحكومة دايركت أخذت الأولاد وحطتهم في فوستر هاوس أو بيت للأيتام. سبحان الله، كان لهذا الولد الأولاد ثلاثة، هم كان لهم عمة موجودة في مدينة أوتوا، سمعت منها القصة. جلست حوالي 5 سنوات في المحاكم قبل ما استطاعت أن تأخذ أولادها، أولاد أخوها، وتقدر تحتضنهم ويعيشوا عندها قبل ما قدروا يروحوهم على أهلهم في دولهم. فهذا الموضوع مهم جدا، خاصة في لا سمح الله وفاة كلا الطرفين. طبعا في وفاة أحد الطرفين، الورثة أوتوماتيك في كندا بتنتقل للزوج الآخر. بس حابب أحكي شغلة مهمة في هذا الفيديو، very important things. أنا مش محامي ولا مستشار قانوني، أنا عم بحكي لكم خبرتي في هذا الموضوع عشان تستفيدوا منها. إذا حابين برضو تطلعوا أكثر، ممكن تدخلوا على ويب سايتات مهمة جدا، حورجيكم واحد من الويب سايتات اللي جدا رائعة، ممكن تعتمدوا تحكوا مع محامين أو مستشارين. إذا في عندكم كتير أسئلة وحطتوها في الكومنتس، ممكن الحلقة الجاي نستضيف مستشار قانوني أو محامي يجاوب على هاي الأسئلة واحد بي واحد. فعشان هيك إذا عندكم أي أسئلة أو في شغلات أنا غلطان فيها، معلش اعذروني، فحطوها في الكومنتس واكتبوا لي عنها، وإحنا إن شاء الله إذا كان في عدد معين، عدد كويس من الأسئلة، ممكن نستضيف هذا المستشار القانوني. الآن خلينا نحكي عن الوصية. الوصية بشكل عام قانونيا، يعني أنت مش مجبر تسويها، بس إذا بتسويها بيكون أفضل أنك بتحمي ممتلكاتك وبتعرف لمين رايحة الورثة بعد لا سمح الله وفاتك. في دول زي الدول الغير عربية بدنا نحكي، أنا بحكي أنه لازم إجباري أنه كلا الطرفين الأب والأم لازم يعملوا وصية، عشان خاصة إذا عندهم أطفال أقل من عمر 18 سنة. يعني الممتلكات شيء، بس الأطفال مهم، أهم جدا أنهم بلاش يضيعوا ويروحوا على فوستر هاوسز. طبعا الوصية هي عبارة عن ما أنت تتمناه في حياتك. رح نحكي عن وصية أنا وصلتني من أحد الزملاء، وعم كتير جيد التمبلت تبعها، وممكن تستخدموها، معمولة فور فري. اللي تكتبه فيها هذا شيء راجع لك، بس هذه التمبلت ممكن انت تستفيد منه. ممكن للاخوان المسلمين انهم يحطوا وصيه انه يقسموا التركه على الطريقه الاسلاميه، للاخوان المسيحيين ممكن يقسموا التركه على الطريقه المسيحيه، ممكن شخص ما بده يقسم التركه او بده يحط تركته لاحد التشاريتيز، هذا شيء راجع لك، ما بدي ادخل في التفاصيل هاي. انت بتقدر تحط اللي بدك اياه، طريقة دفنك، هل بدك تندفن هون او ترجع لدولتك العربية الاصل، طريقة الدفن هل بدك اياه تدفن على الطريقة المسيحية، على الطريقة الاسلامية، بدك تدفن يحرق جسدك، هذا كله راجع لك. في ناس كتير عندهم افكار وطرق وعندهم ديانات ومذاهب، كل واحد يحترم ما يفكر فيه، لازم تكتبها عشان ما تتبع الطريقة الجنرال في طبعا الوصية لازم تكون عبارة عن ورقة مكتوبة. اللي فهمته أنا هون من خبرتي ومن معرفتي في أمور مهمة جدا، الوصية لازم تكون على ورقة مطبوعة وليس بخط اليد عشان يستطيع القاضي يقرأها. لازم يكون في الوصية عليها واحد منفذ للوصية. منفذ الوصية هذا هو الشخص الذي سيقوم بتنفيذ الوصية.
انت الموصي له عادة بكونوا ابنائك، مثلا الورثة بتروح لابني او لامي او لاخي، هذول الورثة. لكن اللي بنفذ الوصية هو شخص، فانت ممكن تحط شخص اذا ما استطاع، شخص اخر ما استطاع. انا عادة بحط 3 من اصدقائي اللي بيعرفوا في لحال لا سمح الله تمت وفاتي. يعني ما تحط وصية لواحد منفذ للوصية يكون بعيد عنك وما ما بسمع عنك كل يوم ولا كل شهر ولا بينك وبينه تواصل، وتقول لي هذا بدي نفذ الوصية. لا، لازم واحد يكون بيعرفك جيد وبيعرف في حال لا سمح الله تمت الوفاة يحكي انه في له وصية ولازم ننفذها. الشخص هذا من الأفضل انه يكون في كندا، ويكون هذا الشخص ثقة. ليش؟ لأنه الوصية بتروح عند القاضي، القاضي هو اللي بنظر في هذا. إذا الشخص هذا مش ثقة، مثلا عنده سوابق أمنية وهذا، بخافوا عليه بتنفيذ الوصية، فقد يحكم القاضي ضد وصيتك إنه لا يستطيع هذا الشخص ينفذ الوصية، والوصية بتروح تنفيذها لشخص آخر ممكن من الحكومة، ممكن ما ينفذ الوصية. فالأفضل إنه يكون شخص ثقة عدم محكومية عنده، أو شخص ما عنده سوابق، يكون قريب منك، كزن، براذر بكون أفضل، وإذا طبعا ما استطعت صديق يكون قريب جدا. الشيء الثالث زي ما حكيت أنا، بتروح هي على القاضي، وعادة القاضي بيشوف الوصية. إذا الوصية خارج عن المنطق ممكن برضو القاضي يرفضها وما ينفذها، فعادة تنفذ الوصايا. لكن الآن الشخص اللي انت بتوصي انه هو ينفذ الوصية مش لازم يكون عنده صورة من الوصية، مش لازم، بس لازم يكون عارف انه انت عندك وصية بتبلغه انا عندي وصية وانت منفذها، لازم يكون عارف. الآن الأفضل انا بفضل انه يكون عنده صورة منها، ويكون عند اهلك صورة من الوصية، ويكون عندك في البيت صورة من الوصية. البيت حط الوصية في مكان يستطيع الكل يوصله، مثل المكان مع الباسبورتات. ما تحطه والله في ورا علبة الشاي اللي أو جوا مش عارف إيش، ما حد حيسرق الوصية. لكن تكون مكانها مع الدوكومنتس، بحيث إنه لما يستطيعوا إنه يفتحوها وبلغوا وين الوصية، بلغوا للشخص هذا وين مكانها. مع الوصية لازم تحط ورقة بكل أملاكك، الآن الأراضي اللي عندك، الممتلكات، حسابات البنك. في ناس عندهم 4 أو 5 حسابات، عادة لازم تحط أرقام الحسابات وأسماء البنوك على الأقل، عشان يستطيع هذا الشخص إنه يروح يدور لك على هاي الحسابات. وشيء مهم هلأ اللي هي الديجيتال، في ناس كتير عندهم مثلا ديجيتال كرنسي، بيتكوينز وشغلات زي هيك، لازم تحطها في ورقة منفصلة عن الوصية عشان يعرف ينفذها. إذا عندك ممتلكات خارج كندا في دول عربية مثلا أو في دولة ثانية، بغض النظر لازم تعمل وصية في هذيك الدولة، فلازم تعمل وصية في كل دولة عندك فيها ممتلكات. إذا دولة عربية عادة بروح الموضوع حسب القوانين المنظمة غاد، وعادة الورثة بأخذوها حسب الأنظمة. هاي الأمور مهمة جدا، لازم الكلنا ننتبه لها. راح يكون الفيديو شوي طويل، بس بحبذكم تشوفوه. رح هلا نشوف شغلات مهمة جدا، حورجيكم ويب سايت والنموذج اللي عندي، وإن شاء الله تقدروا تستفيدوا. زي ما حكيت لكم، إذا عندكم أي أسئلة حطوها في الكومنتس عشان نقدر نجاوب عليها عن طريق محامي. أنا ما بدي أخذ الريسك، أنا عم بحكي لكم شوية نصائح تستفيدوا منها، وإن شاء الله إن شاء الله تدعوا لي، تدعوا لوالدي ولأبنائي ولذريتني، وإن شاء الله كلكم تكونوا بخير وسلامة. طبعا هذا موقع جيد وممتاز جدا، عملوه شباب الله يعطيهم العافية كتير، اسمه muslimwill.ca. بساعدك انك تسوي وصية، بتكلف 99 دولار، كتير احيانا بيعملوا اوف، مثلا في رمضان عاملين 30 دولار اوف. عدة خطوات، بس بتعبي البيانات اللي فيها، وهو بعطيك الوصية الاسلامية اللي ممكن تستخدمها هون في كندا. موقع جدا رائع، مسلم ويل، الله يعطيهم العافية الشباب اللي سووه، وفي كتير ناس ريكومندد شايفينه انتو هون. البرايس 99 دولار، ولمدة اول سنة، بعدين كل سنة بتدفع 12 دولار، يعني دولار بالشهر، عشان اذا في عندك ابديت بدك تغير. اذا ما بدك تغير ابديت ما في داعي انك تدفع هاي المصاري، بس طبعا انه ريكومندد. هون في شوية اسئلة عندهم على الموقع ممكن برضو تقرؤوها، مهمة جدا كتير وبتساعدكو.
وبرضه في كونتاكت اس اذا بدكم تتواصلوا معهم. هون كيف تعبي، بورجيك طريقة سهل جدا اذا انت ذكر انثى والاسم والاقارب والاخوان، كل المعلومات هاي بدك تعبيها عدة خطوات، بتعبي بتحفظ، بتيجي تاني يوم بتحفظ، ثالث يوم بتحفظ، مش شرط انك تعبيهم نفس اليوم، وبساعدك كتير كتير انك تحاول انك توصل للنموذج الصحيح للول. اذا ما بدك تدفع، هون انا بحكي لكم الان عندي الول هذا طبعا عاملينه الله يعطيهم العافية، هذا درافت تبعهم تبع الشركة هاي تبع المؤسسة هاي او الويب سايت، بعطيك اياه الطريقة الاسلامية. زي ما حكينا اذا ما بدك تدفع، هون في الول هذا عاملينه زملائنا في كينغستون، خليني بس اورجيك. طبعا بيحكي بالمختصر انه في حال لا سمح الله تم وفاة الزوج والزوجة، فانك بتوصي باموالك تروح لاشخاص معينين بنسب معينة، وطبعا لان يكون مين هم اللي حكينا بدهم يقوموا على الوصية. هم بيحكوا بعض التعليمات. في سؤال كتير مهم انه هل لازم اسوي محامي؟ هذا الجواب انه مش لازم تسوي محامي، بس بساعدك كتير المحامي يعطيكم العافية، بس المحامي بساعدك كتير تكتب الصيغة الصح والقانونية اللي لازم تنطبق عليك. يعطيكم العافية وان شاء الله تضلكوا سالمين وديروا بالكم وحالكم، واذا في عندكم اسئلة بليز اكتبوها في الكومنت عشان نقدر نحضر لها. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.